مرحبا، شلونك؟ الله يسلمك يا رب. انا اسمي ام شادي بردان من درعا من طفس. احنا نتيجه حرق بيتنا جينا على مخيم الزعتري، واحنا هسه قاعدين بمخيم الزعتري. انا رئيس لجنه الرياضه بالمخيم، مدرس بسورية محمد عبد الرحيم راشد، درعا خربط غزاله. انا اسمي عبد الرحمن نادي عبود، عمري 5 سنين ونص، وانا من سوريا. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، ثبات، اثنين، ثلاث، أربعة. كمل المدارس في سوريا. الولد فايت على الصف، خلص كمان فايت، الولد بصفه فهي يطلب حاجة فقط يعني. أما هون بس بده يفوت، بس بيطلع من المكان، من أي زاوية بيطلع منها. هو من الحالات الرعب اللي ضايقها هذه طبيعة السنتين اللي مرت معايا بالوقت طبعا. أول مرة روح المدرسة، صار أول وبحب المدرسة، سلموني دائما بسكون. بس عبدهم يسلمونا شنادي بيها قدم، ونقعد بالصف ونقعد على قديم. المخيم تطور كثير، احنا لما اجينا ما كان في مطابخ وغازات نطبخ عليها، كانوا يسلمونا وجبات جاهزه. بس تطور بشكل سريع وبنوا لنا مطابخ، وصرنا نيجي نطبخ الطبخه اللي احنا بدنا اياها. صار في سوق، بعدين صرنا ننزل على السوق نشتري اللي بدنا اياه. عطينا رقم المفوضيه. والله هسه يعني احنا انبسطنا كثير على الكيبونات. انا بالاول كانوا يقدموا لنا كل الوقت، واحنا ناخذ برغل، عدس، رز، معلبات، هي محدودة يعني الأكل. هسه الساعة تطورت، في صار لبن، جبنة، سردين، طون، يعني شغلات ما كنا نستلمها. بعد معركة استمرت في الحمد لله عايشين ومبسوطين، بس إن شاء الله بنرجع لبلادنا خير إن شاء الله.